يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إخراج بعض القبور القديمة وبناء مسجد مكانها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بنى؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز نبش القبور وبناء مسجد مكانها. أما مسجد الرسول فالله أمره بهذا، الناقة بركت في هذا المكان ثم أقامها ثم عادت وبركت فيه، وعند ذلك بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده. نعم.